Gantz's odds remain slim because فرص غانتس ضئيلة لأنه يعتمد على تأييد 54 عضوا من بينهم 10 أعضاء عرب. ومن غير المتوقع أن يشكل حكومة ذات أغلبية. النظام الإسرائيلي يضم أحزابا صغيرة وقد يتوصل إلى صفقة مع أحد هذه الأحزاب، سواء المتدينين أو حزب ليبرمان اليميني العلماني، لكن هذا الاحتمال ضعيف إلا إذا انضم إليه أعضاء من الليكود بدون علم نتنياهو. الصحف الإسرائيلية أشارت إلى تقارب